كما تعلمون أن ولاية بني عباس لها طبيعة يعني جلابة وخلابة، ولكن يعني رغم توافد السواح على هذه المنطقة إلا أن الهياكل أصبحت يعني مشبعة، ولذلك أدعو يعني كامل المستثمرين إلى يعني استثمار في هذا المجال الذي هو استثمار يعني له نتائج مرضية على المؤسسة وعلى الساكنة تاع ولاية بن عباس. يعني أنا بهذا وهذا يوم إعلامي حتى يعني يعلم كل المؤسسات العمومية والخاصة المتواجدة على البرنامج المسجل لفائدة بني عباس حتى يمكنهم مشاركة ومرافقتنا في إنجاز هذا البرنامج الضخم، أقول برنامج ضخم خصص إلى ولاية بني عباس.